تحسن وظائف هذه الأعضاء. إذا كنت تعاني عزيزي أو عزيزتي من مشاكل بالكبد، هذا المكان هو يمثل لك الكبد، فما عليك إلا أن تدلك هذا المكان بزيت الزيتون أو أي زيت عندك بالبيت موجود أو كريم، دلك هذه المنطقة جيدا، راح ينشط عندك الكبد. هذه الخضراء هي عبارة عن المرارة، دلك إذا عندك حصول مرارة أو تعاني من مشاكل بالمرارة، دلك هذه المنطقة. هنا عندك القالون، القالون العصبي، أي شيء عندك بالقالون دلك هذه المنطقة فراح يتحسن وظائف القالون. عندك هنا هي الكلية، كليتين بهذه المنطقة دلك راح تتحسن وظائف الكلية. هذه الأمعاء، عندك كسل بالأمعاء، دلك هذه المنطقة راح تنشط عندك وتتخلص من كسل الأمعاء إذا عندك إمساك دائم. أسفلها هي البواسير، إذا عندك هنا مشكلة بالبواسير فدلك هي أسفل القدم. هنا عندك الرئة والقصبات الهوائية، إذا عندك مشكلة بالقصبات الهوائية أو الرئة دلك هذه المنطقة. عندك مشكلة بالقلب، عضلة القلب عندك ضعيفة، دلك هذه المنطقة. هذه عندك هي الغدة الدرقية، هذه اللي لونها أسود أو غامق، هذه الغدة الدرقية، إذا عندك كسل بالغدة الدرقية أو نشاط بالغدة الدرقية فدلك هذه المنطقة بأي نوع من الزيوت. هنا للدماغ، الدماغ إذا تحب تنشطه أيضا دلك هذه المنطقة. هنا للعيون، إذا عندك مشاكل بالعيون فدلك هذه المنطقة راح تحس بفرق كبير. هنا عندك شنو؟ الأصبع الصغير. عندك الأذن، إذا عندك مشاكل بالأذن الوسطى، التهابات الأذن الوسطى دائما تتكرر، ومشاكل بالأذن وبالسمع، كرر هذه العملية بالتدليك اليومي لمدة ربع ساعة. طبعا أي عضو من أعضاء جسمكم عنده بمشكلة، كرر هذه العملية ودلك هذه المنطقة لمدة ربع ساعة يوميا. إذا طبقت هذه الطريقة ودلكت هذه المكانات يوميا بصورة مستمرة حسب هذه النقاط والخريطة اللي رسمتها لكم، فراح تتحسن وظائف جسمكم بنسبة 70 إلى 80%، يعني مو 100%.